وشان يلواتن كبشامي سندلواتن كوي لواتن وحان هيا بوكرا علي عداوي وسود بعد خطوبة وجودور كرون وركا دوندا وربهينتان سيتي شركة مقدشة وكسعودية مدح دخرن كيوكو مامور قبلات دالكا أو مالين تي سي أفراد قلي إيو ورر هرودعة هو لقى هلايو حال هرودعة هو لقى جاري دقال كدا عي دولات كمجالة بلد وين يحرون تقبل كهيران دولة السعودية أو كدوات لحظة كنا روح وقراتي إلى حجيان جبلان وجوجسي استعمال كنخاب كأما بإن شبريكا ودحري لسجر وبيج ديجان قدر جيران أو هير جب جبو أمريسا. إيه أخبارات كعالم كخرا حدث بدن يكون انتين أو كدا عيدل كماليزيا. خطبة أسي يقوى كلا ندقوس وجود بين دونا صاحبي الورك دوني ده وربهين تنسيتي. أو ديار جرو بيج يوم تاسي كفا فاسن. markaleysu soo noqod wanaagsan saaxiibayaal ay noo ku bilaawno sida hordhaca wararka dunida ee warbaahintan city aad ku daawaneysiin ba shirkii magaalada muqdisho uga socday madaxda qaranka iyo kuwa maamul goboleedada dalka ayaa galay maalintii si afraad warar hordhaca ayaa laga soo warinaya maxamed ibraahim macallim waafayanka xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya ayaa sheegay in shirkaasi la soo gabagabeyn doono maalinta khamiista ah ee soo aadan waxaana uu sheegay in shirka maanta uu ku soo dhamaaday is afgarad حال سمعين دهنا أو شير وين أو أريمه هاسي لقوا صحيح هي محفلات وين أو مناسبات لقمن دهنا مالن تقميص تأسيس قرشه هي تاسو معركتي وحوين وها أما مهم وشعب الصومالي جودهان ما دام دتكو يادو جو وردوريين أي سجية نتيجة الشركة شركة وحوها معركتي متى صراحة لهذه الجر أي ملاحظ قضب قضب وقاضيين قضب بدي كل هراء معركتي شركة كان in مقدم مقدم وكجرة دورشون كلا حريري وحقلوات سيدا كلا لوجها اللي أريمها كلا ينا مهم كوا ها دورش هذا سيدا أمني قد دورش هذا لما أنتوا قد بلا صورن شو أنتي سيدا موقتها أعد بلي سلسلة سودوية وحنا الله فيلي يا المارك تي مالن تقام يستهدي بد مسيدا شيء أي ما دحدو هشيز كأما مارك أما نتيجة كسب بعد الشركة أي إعلاميان ومحمد إبراهيم معلمو أفيانك حكومة فدرالكا هي سوماليا وحا أو شيغي إن شركة مقالة مقدشو وقصعودة مدح دخرن كأيو قوة مامل قبلات دالكا لسو قبقبين دونو مالين تخميستا هي سو آدن حال هرودعا هيا لغا غاري دقال كسعودة دولاتك مقالة بلدوينة حرون تو قبل كهيران عمر قوة هيا فافاهين تاوركان إنو هيا حال هرودعا هيا لغا غاري دقال بلاد كرد عاي دولاتك مقالة بلدوينة حرون تو قبل كهيران غارهان ديغان لغو مقعابو بلد النور او دين عقلبيت كحيقة مغالدة بلد وينه اي حارونتا قبل كيران دقال كان ايا ادحي يي لابا مليشيو بلد او وده ديگا ديگان كاسي يو سيدو كلا تولوين كلا او هوستاقا بلد النور وحانا اي سوگيستين غساروين كلا دوبان او اي سوگجرة دمشو يو دابعا وحا هشي سكا سعودي مغالدة بلد وينه لغا سو ساري الا ايو خضبط دور اح او اي كغهشيين وحقرات كا سياسيين تا iyo qaybaha kala duwan ee ururada bulshada rayidka ah ee ku dhaqan deegaankaasi ama tuuladaasi lagu magacaabo Beled Noor oo dagaalkaas labadaasi maleeshiyo beled uu ku dhaxmaray heshiiska waxaa kamid ahaa qodobada laga gaaray in wax ciidan ah aan lagu arki karin goobaha lagu dagaalamay ama tuulada lagu dagaalamay ee Beled Noor ciidan hubaysan ama askari hubaysan aan lagu arki karin hadii ay dhacdo in lagu arko oo waliba ciidamada dawladana aanan ahayn oo maleeshiyadkii halkaasii laga kala qaaday ah in askarigaasi la xirayo muddo ku dhow 6 bilood laguna ganaaxayo ilaa iyo $3,000 Mareykanka heshiiska xabad joojinta ee labada beelada walaalaha ah ee Jajaare iyo Makane Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waftiga dhexdhexaadinta heer federaal iyo heer dowlad goboleed heshiis hordhac ah baladweyne talaado 13ka Shawaal 1442 kuna beegan 25 May 2021 shir dib u heshiisiin u socday odayaasha waxgaradka beelaha walaalaha ah ee baladweyne ku dagaalamay oo ay garowdeen ka ahaayeen mas'uuliyiin heer federaal iyo heer dowlad goboleed ayaa lagu gaaray is afgarad hordhac ah waxaana lagu heshiiyay qodobada hoos ku qoran koow in ciidamada labada beel la kala diro labo in goobihii lagu dagaalamay ay yihiin meelaha hubka
تعاقن سدح إن ديغان كي سيجارة لا يسوقها يستو عندنا وحنا كالي سكرين إلا هشيس كما دنبايس لبدا بيل كجاران أفر هدي لغو أركو أفهو بيسان ديغان ندا لغو دقال مدي وآن أهين عيدمد الدولد وحا لغو قاضي يا B in ciidamada amaanka ay soo qabtaan qofkaas okay labo in la xiro lix bil oo xabsi ah saddex in qoladii jabisa heshiiska lagu garaaxo lacag dhan $3,000 afar cidii qofkii dib geysta nooc kasta ha ahaado waxaa lagu qaadayaa shariicada islaamka ugu dambeyn waxaan u mahadnaqaynaa madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Hirshabeelle maamulka heer gobol iyo heer degmo sidoo kale waxaan u mahadnaqaynaa guddiyadii iyo waxgaradkii reer Hiiraan ee doorka dahabiga ah ku lahaa xal u helidda dagaaladii ka socday beledweyne cumar guxur baynta city jowhar aad aad u mahadsan tahay guux dowladda sacuudiga ayaa ku dhawaad 60,000 oo ruux waxa ay u ogolaatay inay xajiyaan shamis cabdigeedi ayaa warbixintan oo dhammaystiran inoo haysaa dowladda sacuudiga ayaa ku dhawaaqday in ay sanadkan xajka u ogolaatay ku dhawaad 60,000 oo qof kuwaasi oo ka kala imanaya gudaha waddankaasi iyo dibaddiisa intaba si ay u gutaan mid ka mid ah rukniga islaamka oo qof walba oo islaam ee awooda laga doonayo dowladda sacuudi carabiya ayaana shuruudo uga dhigtay dadkaasi in ay soo buuxiyaan shuruudaha looga baahan yahay ee ah in ay dadka xajinaya sanadkan ay da'dooda u dhexayso 18 ilaa 60 sano wixii ka yarna aan la ogolaan doonin wixii 60 sano ka weyna aan la aqbali doonin sidoo kale xadidaada dadka sanadkan xajka aaday ayay dowladda sacuudi carabiya ugu gol leedahay inay yareyso khataraha ka dhalan kara xaaladda cabsida iyo walwalka badan ku abuurtay guud ahaan caalamka ee COVID-19 oo dunida qaarkiis weli ku sii fidaya in ka badan 100,000 oo ruux ayaa aadi jirtay cimrada balse 2 sano ee ugu dambeysay waxaa jiray xaalado kala duwan oo ay ugu horeyso coronavirus shams cabdigeedi warbaahinta city muqdisho aadad wasan tahay shams jubbaland ayaa joojisay isticmaalka niqaabka amaba indhashareerka taliyaha saldhiga degmada kismaayo gaanshaale warsame axmed geele oo la hadlay warbaahinta ayaa sharaxaad ka bixiyey wixii uu ahaa howlgalkii ay sameeyeen iyo sidoo kale waxyaabihii ay uga gol lahaayeen aan howlgal ku jiray barnaamijka la dhaho niqaabka ama indhashareerka wax loo yaqaana gabdho xidhaan dumarka isticmaalaan bahalkaas sida laga warqabo magaalada kismaayo wuxuu ka ahaan jiray mamnuuc mana loo qarayn sidaa darteed markii uu imaaday cudurkii xumaa ee COVID-19 ama coronavirus oo la amray dadka inay xidhaan facemas ama inay dabooshaan afka si aynan cudurka halisiisa uga badbaadaan waxay u beddesheen dumarka ama ay u fasirteen inay xidhaan oo ay isticmaalaan bahalka lagaa mamnuucay magaalada ayna shararkii waa gaashaanle warsame axmed geele waxa uu sharaxay in jubbaland ay joojisay isticmaalka niqaabka amaba indhashareerka markana haddii aynu eegno saaxiibyaal waddo xiriirisa magaalada garoowe iyo sidoo kale deegaanka godob jiiraan ayaa xilligani waxa uu marayaa heer gabogabo ah sheekh daahir aw maxmuud iyo sidoo kale cabdulaahi ciise oo kale ah guddoomiye ku-xigeenka koowaad iyo labaad ee guddiga dhismaha waddadan ayaa sharaxay heerarka markaasi ay soo martay iyo sida ay u socoto howsha waxa weeye oo ilaahay dartiis iyo waan qofku maarta iska wax u qabso lagu sameeyo baa la isugu yimi waa shaqadii inoo socotay muddo hadda intii rabadaanka keliya hakad gashay laakiin horena u socotay haddana maanta socota waxaa markii la doonayaa dadka muslimiintaasi nebigu u sheegay calayhi salaatu wasalaam inay ku sadaqaystaan oo waddadaha ilaahay dartiis ay wax ugula baxaan nebiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku tilmaamay waddada oo la falaa inay iimaanka ka mid tahay hadda ayaanu rabnaa inaan dib u bilowno waddadan waxaa lagu sidaa la sheegay lagu bilaabay si isxilqaama
وشير دايرة ومحمود يوسيدو كلا عبدالله عيسى علي وكلا هدومي وحيقينك كوباد يولاباد قدقة اسمها ودد حريرساء مقالة قروبه يوسيدو كلا ديقانك قدب جيران مرقان محينو ايغينا ساحبيال اخباراتك عالمك انك بدن لابد بخل خوف اياكودا وعنتي كدب مرقي لابد ترين او مرقاسي اهكو ودولك هستي سمراه ايسكو دعين عاصمة دلك ماليزيا كوالامبور قودهان ويجين تاسح بيان ورقي دون ده هاد كلا سعتين ورباهين تنسيت سيدا لا سعتين بق واحد لا سعتين هاي عندي جو أبوك رعلي عداوة عندنا كاميرا دوا حكا خابين هاي يوسف أبو بكر إبراهيم فرسما دوا عمر جوح أنت إنه دوا وكل مدن إبراهيم مش كان أنا راح جوا كان يكيسة هيجنا واحد ندين كجت جيا سيدا يوم ما تقليه اسمه دافنا